يا الله لمن حمده لا لك الحمد. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك البد بالكفار ملحقا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، اللهم لا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.